تمكنت فرقة البحث والتدخل بياري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي في عملية أمنية نوعية بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني الشعبي بأم البواقي من حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة قدرت ب 3718 قرص، بالإضافة إلى توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة. العملية جاءت بعد استغلال معلومات بخصوص نقل كمية من المخدرات الصلبة على مستوى مركبة ليتم الترصد لها وتوقيفها وحجز الكمية السالفة الذكر.